أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء
فأنجى بعجل حنين قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين فلما منهم خيفة قالوا لا تخف إلى
لهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاء رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا وجاءه قومه يهرعون إليه قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا أطهر لكم فاتقوا
بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أليس الصبح.
الصبح مقوني وإلى
المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم وإلى مدين أخاهم شعيبا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين ويا قوم ويا قوم تعثوا في الأرض مفسدين.
Down.
وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا وإياكم خاشعين منصتين للتلاوة حتى لها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في لسنس القراءات وعلوم القرآن والمقيم بمركز ومدينة بيرنجهام محافظة البحيرة. أما بذلك عن أحدث مكبرات الصوت العالمية والإنارة الكهربائية ركبت وجهزت تحت إدارة وإشراف الحاج محمد هيبة المقيم بمركز ومدينة شبرخيل. أما عن الفراشة الحديثة الكبرى والمعرض الفني
ركبت وجهزت تحت إدارة وإشراف الحج خميس متولي المقيم بمركز ومدينة شبرقي. حضرت السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.